يا صابر مش كان واجب تيجي معايا البلد في 40 اخويا؟ لا مش هينفع، انا اصلي فاتح في الخزان ولازم اخلص، وبعدين الـ40 ده بتاع النسوان. وانت فينهم؟ في الحمام. قول لها عيب تختش، لازم تيجي وتحضر 40 ابوك. خليكي في حالك يا نعيمه. يلا يا واد. لا والله اصيله. ما تسيبي بدريه في حالها يا نعيم، من يوم اخوكي ما مات وانا دماغي ورمت من كتر الشكل. كمل شغلك يا اخويا، سيب شغل النسوان للنسوان. تقرف بت يا منى. ايوه يا ام. غيرتي لاختك؟ ايوه. طب يلا لبسيها الجزمه وتعالي وراي. انا هسيب البنات يقعدوا عند ستهم كام يوم. سلام. مع السلام. مع الف سلام. ما روحتيش 40 ابويا ليه؟ عندي فرح. فرح؟ فرح تاني؟ امال ناكل من ايه؟ وادفع فلوس مجاميعك من ايه؟ مش عايز زفت اكل ولا مجاميع، العيال بيحيروني بيك. وهان عليك تقولها يا كرم؟ ومين قال لك يا اخويا ان انا عايزه اتمرمط في الافراح والناس تتفرج عليا؟ مين قال لك ان انا مش عايزه اتستت في البيت والاكل يجي لي لحد عندي؟ بدل ما انا بلف في الافراح الم زبالتها عشان اكل انا وانت. بص يا حبيبي، الدنيا دي مقسومه نصين، خير وشر، فقراء واغنياء، واحنا بقى الناس الفقيره اللي الدنيا لازم تعض فيها لحد ما تجيب دم. عايزنا بطل رقص يا كرم؟ ذاكر، انجح، ابقى دكتور، ابقى مهندس، وساعتها بقى يا اخويا انا اللي هتشرف بيك. ويلا بقى يا كرم انا مجموعتك. ما تقومي ولا تبص لي كده ليه؟ يو ليه؟ بقول لك ايه، الساعه 8 بالظبط لازم اكون في الفرح. مالي وشك يا بنت، عامل كده ليه؟ كله من نعيمه ولسان نعيمه، الهي تنشك في لسانها. قادر يا كريم؟ ايه بس هي اللي ماليه دماغ الواد ومقويه عليا. ما الواد برضه عنده حق، انت مش سهله يا بدريه. ما تصحوا بقى انت كمان، انا بكلمك في ايه وانت قاعد بتتكلم في ايه؟ مش حراره يا بنت؟ لا انت باين عليك انت اللي حراره قوي. اكلك منين يا بطه؟ يا راجل احمد ما تصبر. مش قادر. الله يا واد اصبر بقى. الله مش قادر بقول لك. طب اغير هقلع يا دي النيله. انت عملت ايه؟ مات الراجل، مات.